هو الهدف الثالث للنجم زيد بوخاري يثلث النتيجة. توزيع وبخلطش عليها وفي المرمى الهدف الرابع في مباراة سيدات بوخاري.
الغالي كان حضر الموت الغالي هدف التعادل من زيد بخاري حقق هدف التعادل في كأس آسيا دقيقة 22 بلادي اللي وصلت الأول هدف التعادل هدف مقابل هدف لقاء واعد على جميع المباريات بين الفريقين يعادل الهدف وجد بخاري